شيّع النائب السابق جورج ديبنعمي بمأتم رسمي وشعبي في كنيسة سيدة التلي في دير القمر، وترأس الجناز راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار. مدرسي بحياته، مدرسي هو عيشه وهو طبقه بحياته، ومدرسي تتعلمنا نحن الكثير الكثير. أول درس كان يعلموا بهالمدرسة كيفية العمل العام وكيفية الخدمة العامة وكيفية التضحية بالذات من أجل المصلحة العامة. جورج كرس المصالحة الشوفية قبل المصالحة الوطنية، بل كان في صلبها وشريكا فيها من موقعه السياسي والتمثيلي والبلدي والإنساني. جورج كرث ثنائية كميل وكمال بعد مأساة الجبل في واقعيتها الجميلة لا في تنافسها الحاد، فكان بحق شمعونيا صلبا في مقعد جنبلاطي رصين. كان رمز الاعتدال والانفتاح والتواضع اللي نحن يمكن نفقده كتير اليوم بهالطبقة السياسية، وجسد كل الصفات اللي نحن بدنا إياها بنايب أو بعكل حال برجل بيتعاطى بشأن العام. رفقت الأستاذ جورج ديبنعمي دورتين انتخابيتين، كنا أخوة وزملاء. جورج نفتقده كل يوم، وأنا ما انقطعت عنه بيت خلال طيلة مرضه، كنت على طول عم بشوفه وبشق عليه. لم يترك عندي إلا كل محبة وإخلاص ووفاء. عنوان الزمالة الطيبة الخيرة جورج سنفتقده. قامة جبلية من جبل لبنان الجنوبي، رائدة في مواقفها، متميزة في كل ما قامت به في سبيل العيش المشترك في هذا الجبل، هذا الجبل الذي به نعتز ونكبر، نعتز بأصالة أبنائه ونكبر بعنفوانه وتمسكهم بهذا العيش الواحد.